مشرف وبشكل قانوني. انما من الافعال طلع تصريحات استاذ علي من الافعال اللي فيها الامن اعتقد انها تصريحات هتبقى فجة وممجوجة وليس لها معنى لأن الطبطبة على الجهاز الأمني ما بتكونش بالكلام المعسول. أنا أتمنى الكلام عن الأمن يطلع عن الجهاز الأمني نفسه ومن الناس العاديين والطبيعيين يقولوا إحنا راجعين وهندفع عن مصر إن شاء الله بأرواحنا. عشان من كده من الأفعال أنا لا أصدق اسمعني بعد إذن حضرتك بس من الأفعال اللي حضرتك بتطالب بيها موقف وزير العدل المستشار أحمد مكي وزير العدل إن هو بيطلب إعفائه من منصبه وطبعا احتجاجا على ما يجرى من مظاهرات ضد احكام القضاء. لا استاذ محمد ده احتجاج الحقيقه لا اقبله منه كمستشار كان في طيار الاستقلال. هذه استقاله الحقيقه متاخره جدا او تلويح باستقاله متاخر جدا لان وزير العدل الحقيقه كان بيرعى كل هذه الممارسات سواء من الرئاسه او من مجلس الوزراء. عشان كده دعني لا اصدقه حتى فيما يقرر به. انا اعتقد انها خلافات داخل الدولة نفسها وليست خلافات نحن طرفا فيها. وزير العدل النهاردة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن الممارسات دي كانت تتم في ظلال ولايته على وزارة اسمها وزارة العدل وكان يسمح بي. أنا كنت أتصور من أول فعل متجاوز هذا الوزير إن لم يكن حازما فعلا يتقدم باستقالته. إنما كعادة مصر كلها النهاردة الحقيقة فيها نوع من التردي في العمل السياسي حتى في العمل التنفيذي وحتى في العمل الوزاري. عشان كده بقول أنا لا أعول على تصريحات الحقيقة لأنها تصريحات غير مقبولة. رئيس الوزراء عايز يقنعني بأنه هيفرض الأمن أشوفه في الشارع. رئيس الوزراء بيتكلم عن ال 13 سلعة الاستراتيجية أنا هصدقه بدل ما بيقول لي أنا عندي احتياطي هنا شهرين وهنا ثلاثة وهنا لآخر السنة. عايز أقول له أنا عايز أشوفها في السوق عايز أشوفها في متناول المواطن النهاردة اللي كفر بالسياسة ولا يرى حلولا ولا يرى كمان حصادا لثورة حقيقية تمت في مصر تم وقدها على أيادي الطيارات الإسلامية أو المتأسلمة بدعوى أن احنا كفار مثلا يعني. هنروح لخبر آخر أستاذ علي وهو من الجمهورية الصفحة الأولى. مبادرة النور تدخل حيز التنفيذ مرونة لإنهاء الأزمة في لقاء الإخوان والإنقاذ اليوم. علمت الجمهورية من مصادر مطلعة أن حزب النور نجح في الحصول على موافقة كل من الإخوان وجبهة الإنقاذ لعقد اجتماع اليوم بشأن الاتفاق على إطار تنفيذ مبادرة حزب النور للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد. ولكن تفاصيل الخبر بتقول انه اللي هيكون هيحضر الاجتماع باحد الفنادق الكبرى او هيشارك فيه دكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحريه والعداله، دكتور محمد البردعي رئيس حزب الدستور، حمدين صباحي رئيس التيار الشعبي، دكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، فيما لم يحدد بعض مواقف باقي الرموز و مجموعة منهم من رؤساء الأحزاب والقوى الأخرى رفضت الحوار مع الإخوان. حضرتك شايف الخبر ده ممكن يكون بادرة أمل في الوصول لاتفاق مبدئي؟ خليك في البداية أقولك أنا بتشكك تماما في ممكن الحوار نفسه يتم لأنه على الأرض النهاردة لا يستطيع أي عاقل أنا أتصور أن الإخوان عندهم قناعة بالحوار. يعني أنا أعتقد أن هي تكتيك لا أكثر ولا أقل تكسب به الإخوان الوقت وتقتل به الوقت وتقتل به أيضا النفوس أو هي في النهاية عايزة تصل بينا إلى مرحلة التيئيس من الفعل السياسي حتى تنفرد بسلطة. وأنا بقول لهم لن تنفردوا بسلطة ولن تنجحوا في السلطة وجلوسكم على مقاعد الحكم الحقيقة أنا شايفه يعني في نهايته بأيديهم وليس بأيدي غيرهم. طيب فكرة قبول بعض الأطراف من جبهة الإنقاذ للتواجد أو الاجتماع مع حزب الحرية والعدالة حضرتك بتشوفه إزاي رغم الرفض لفترات طويلة في الفترة السابقة؟ أنا بشوف أنه هو لن يؤدي إلى شيء على الإطلاق لأن الإخوان بتعيش حالة من الضعف وأصابها المكبرة اللي هي بتنكر هذا الضعف. وتوقعي من الإخوان مواقف متشددة جدا وتصلف في الرأي وتصلف في الفعل وتشنج حتى في الأداء السياسي والإعلامي وده الحقيقة لازم نقراه قراية متعقلة جدا. الإخوان أساسا لا يؤمنون بالحوار على الإطلاق لا دلوقتي ولا بالأمس ولا غدا. هما بيلقوا دايما بالتهمة إنه الطرف الثاني بيضع شروط قبل ما يحاورهم فدائما في مبررات بيتم. أعتقد الحوار المجدي اللي لازم يتم ما بين الإخوان ونفسهم
يعني لازم الاول يقعدوا كده يعني يناقشوا نفسهم احنا عملنا ايه في السبعه اشهر، ايه اسباب فض الناس من حوالينا، ايه اسباب النقص في ادائنا او الرجوع عن الاداء الجيد، مع اننا ابتدينا نملك مفاصل الدوله، عندنا ناس مشغلينها وعندنا وزراء بتوعنا وعندنا حكومه وعندنا مجلس شورى بيطبخ لنا القوانين على مزاجنا وعلى ذوقنا، عايز ايه الرئيس وعايز ايه رئيس الوزراء اكتر من كده؟ عايزين نسيب لهم الوطن عشان يبقى ما فيش مشاكل عندهم ويقدروا يحكموا بالراحه؟ اتصور ان احنا بنعيش الحقيقه يعني عصر اللا دوله مع الاخوان ومع الرئيس يعني الحقيقه. أستاذ علي، إذا كانت المرونة هي الوسيلة للخروج من هذه الأزمة فنتمنى أن الطرفين أو الناس اللي هيجتمعوا يكون عندهم قدر كبير جدا من المرونة. أنا عايز أقف عند النقطة أستاذ علي وأتحاور مع حضرتك بما ذكرته حاليا من فقد الثقة في أسلوب التحاور مع الإخوان، وأضيف عليها كنت شفت لقاء تلفزيوني لزياد العليمي وقرر فيه جملة هنصطاد الإخوان أكتر من 3 لـ4 مرات، وكلمة هنصطاد الإخوان بعد كده إحنا 90 مليون وإنت عددكم كذا ألف فهنصطادكم هنصطادكم بالشكل دوت الفجوة دي. واحدة كمل سؤالي بس بعد إذنك. بهذا الشكل الفجوة بتتسع بتتسع بتتسع، حضرتك بتطلب منهم يسمعوك، بتطلب منهم يتحاوروا معاك، والتاني بيطلب يصطادهم، والتانيين متشددين، والجانب جهة الإنقاذ بتحط شروط، وبعدين هنوصل فين؟ أقول لك خلصت سؤال؟ اتفضل يا فندم. هو اكيد اكيد زياد، انا ما شفتش طبعا الحلقه اللي صرح بيها التصريحات دي، انما الحقيقه ظني ان هو يقصد الاصطياد السياسي او اصطياد الاخطاء المتكرره. انت قلت لا يا فندم ما كانش ده رايه. لا 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 ما كانش هو ده اللي بيقوله، ما كانش يقصد كده يا استاذ علي. نعم. وكان تحديدا الجمله اللي قالها، انتوا عددكم 300 ألف ما زيدوش عن كده، واحنا 90 مليون بعد كده هنسقوا من الشوارع، هل ده اصطياد سياسي؟ والله انا ما اقدرش. طب خليني اتكلم عن تحليلي للمشهد السياسي. نعم. الاخوان اوصلوا الناس لمرحله الصفر الحقيقه، اوصلوهم لانعدام الامل فيهم تماما، عشان كده فعلا الاخوان النهارده اقليه حقيقيه بالمتعاطفين معهم كانوا بيشكلوا قوه مميزه، انما النهارده انفضت الناس من حواليهم بادائهم وليس بالهجوم عليهم وليس بكلام زياد العليمي ولا بجبهه ماذا الإنقاذ. بعد ماذا بعد استاذ علي لما بيقال او بيثار هذا التحليل بيتردع انه ده انه الحاجه اللي تحكم الصندوق، وطالما احنا ما عندناش انتخابات ما نقدرش نقول ان الناس انفضت عنهم، فاحنا هندخل في دايره مفرغه. عايزين تعرفوا اذا كانوا الناس لسه مع الاخوان ولا لا يبقى نعمل انتخابات، واحنا ما عندناش انتخابات في التوقيت ده، فللاسف احنا في دايما في دايره مفرغه، والكل بيعول على انه الناس هتهدى وتسكت وتنسى. بس اعتقد انه المصريين صعب قوي بعد ما عملوا ثورة 25 يناير، هم عايزين بعض الحاجات البسيطة اللي طالبوا بيها من اول يوم، واعتقد ان هم يفضلوا، بس المهم انه يبقى في شوية مرونة زي الخبر ما بيقول ما بين كل الاطراف، مش لطرف على حساب طرف ايا كان. نتمنى هذا ايا كان الطرف الاخر. نرجع تاني للاخبار، وفي قرار الغاء قرارات النيابه بالتحفظ على اموال 23 رجل اعمال في قضيه البورصه. قررت محكمه جنايات القاهره الغاء قرار النيابه العامه بالتحفظ على اموال 23 رجل اعمال مصري وعربي، وهو القرار الذي اثار الاستياء ودفع رجال الاعمال للتفكير في الهروب بثمارتهم، حيث الغت المحكمه اوامر منعهم من التصرف في اموالهم، وهم ايمن احمد فتحي رئيس مجلس البنك الوطني المصري، وأحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك، وأعضاء شركة هيرمس وإتش سي والنعيم ياسر سليمان ملواني وأحمد نعيم وأحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال وعلاء مبارك وعمر محمد القاضي وحسين لطفي الشربيني وسليمان عبد المحسن. المهم هي أسماء كتيرة قوي. أستاذ علي، هل ترى في هذا القرار تضارب بين الإجراءات النيابية والإجراءات المحكمة؟ ما أنا عايز أقول لك على حاجة، أنا قدام نموذج فك وفاضح الحقيقة ومخجل. أنا عندي النهاردة نظام بيسعى لاستقطاب الاستثمار ولكنه يطارده في الوقت نفسه، يعني الفارق ما بين إصدار القرار وإلغاءه ده كان إيه؟ أقل من 2-3 أيام، وأعتقد أنه أصاب الاقتصاد المصري بالهلع وأصاب الاستثمار القادم من الخارج بالخوف والهلع. أنا قدام ارتباك، يعني الحديث حتى عن الحوار مع هذا النظام أعتقد أنه حديث مبالغ فيه،
ولن ياتي بنتيجه. انت عندك شواهد على الارض بتقول اذا كانت السنه دي جابت لي الاخوان وجابت لي الرئيس مرسي وفي خلال الثمان اشهر اللي فاتوا دول انا قدام اداء مخجل، فكيف بي استمر لمده 4 سنين ثانيه؟ اذا كانت الناس النهارده عايزه مصر جديده، لا اعتقد الاداء الاخواني النهارده هيوصلها لهذه النقطه المضيئه. لا يملك الاخوان في الوقت الحالي الا المزيد من الاظلام، الاظلام اللي هنشوفه في الصيف ان شاء الله، والاظلام السياسي اللي لا يقبل بحوار ولا يقبل بحلول، ولكنه يتشنج ويتمسك بالسلطه كما لو كان لن يراها مره ثانيه. عشان كده انا بقول انه الدكتور مرسي في محنه كبيره جدا، والناس اللي عايزه تستجلب الاستثمار وهي معهاش حاجه ومناها الوحيد بدل ما تقدم حلول انها تاخد قرض، وتضعف النهارده من الاداء الاقتصادي المصري على مدار سنوات طويله جايه، ما عندهاش بديل. يعني انا عايز اقول لك البديل هيكون انها تاخد مننا ده في شكل ضرائب. السقوق، السقوق ليس البديل جدا، لانه هياخد السقوق استاذ علي لمنطقه سيئه جدا. السقوق ليس البديل. اي سقوق حضرتك اللي بتتكلم عنها؟ انت لما تحط لي النهارده كل ثروات مصر في هيئه سقوق ومنها اماكن سياديه، لا يمكن باي حال من الاحوال ان انت تطرحها للمغامره النهارده. يعني مكان زي هيئه قناه السويس النهارده، اما تحطه في هيئه سقوق، هتقول لي النهارده المستثمر مش هياخد قناه السويس معاه ويخرج بيها مره مصر؟ لا، ما اعتقدش ان ده تصور امن وصحيح على الاطلاق. كل ده بيهدد المصلحه، كل ده بيهدد الهيبه السياسيه، كل يعني ده بيهدد استاذ علي. اذا كان هو احد الحلول في فتره، فهو يعني بعض الاراء بتقول ان هو لا يصلح للتنفيذ في هذا التوقيت اللي فيه البلد في حاله عدم استقرار. طيب انا هروح مع حضرتك لاخر خبر من الاهرام، وهو مرسي يقترح اقامه منطقه اقتصاديه هنديه بمصر، دعم التعاون في الامن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والفضاء. ويعني دي من الحاجات الخاصة بزيارته لباكستان والهند والتعاون مع هذه الدول. أستاذ علي عبدو بنشكر حضرتك. كلها على فكرة تعابير وكليشيهات أكاد أسمع مبارك النهاردة، مش بسمع الدكتور مرسي اللي بيجلس على مقعد رئيس مصر الثورة الحقيقة. النهاردة بتكلم كلام فضفاضة عن دعم، حددهولي. أنت بتتكلم عن تعاون، حددهولي. بتتكلم عن استثمارات وانت بتطفش الاستثمارات. انا اتصور الايام قدام اداء مخجل. يعني ستأتي لنا بكل التفاصيل إن شاء الله أستاذ علي. أستاذ علي عبدو زيد نشكر حضرتك على قراءتك للوضع السياسي وأهم المنشطات الصادرة اليوم. شكرا. أنا اللي بشكركم. شكرا جدا. شكرا ليك. ننتقل لجريدة الجمهورية والصفحة الأولى أيضا. ميكي يطلب من الحكومة إعفائه من منصبه احتجاجا على مظاهرات ضد أحكام القضاء. طلب وزير العدل المستشار أحمد ميكي من مجلس الوزراء في اجتماعه أمس إعفائه من منصبه احتجاجا على ما يجرى من مظاهرات ضد أحكام القضاء وحصار المحاكم والنيابات وتحريض أجهزة الإعلام. وقد طلب مجلس الوزراء من وزير العدل الاستمرار في موقعه، وأكد المستشار أحمد ميكي بأن الحكومة حريصة على استقلال القضاء وتحقيق العدالة في مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير. وطلب مجلس الوزراء أمس من الوزير الاستمرار في عمله مع وعده بتأمين المحاكم ودراسة إنشاء الشرطة القضائية. وعرب مجلس الوزراء عن الاستياء الشديد من تكرار حوادث محاصرة المحاكم والنيابات والتهديد بتكرارها. طبعا احنا كنا اختراء يعني ناقشنا هذا الامر مع ضيفنا الاستاذ علي عبدو زايد، ولكن علي وجهة نظر التركة ثقيلة والهروب من المسؤولية ليس هو الحل. المستشار احمد ميكي قام وهامة كبيرة في مجال القضاء، حتى وان كان هناك نقد حاليا لانه يمثل القضاء المستقل، حتى ان كان في بعض النقد لي حاليا، ولكن في النهاية برضو هو يمثل القضاء المستمر ويمثل قامة وهامة كبيرة. استقالته او اعفائه من منصبه ده معناه ترك المسؤوليه، وما اعتقدش ان ترك المسؤوليه هي الحلول للمشاكل الحاليه. اعتقد ان احنا لابد ان احنا نواجه المشكله والمسؤوليه على عاتقنا جميعا، وبلدنا هي بلدنا ومحدش هينجو بيها الا ابنائنا.
هنروح مع حضراتكم للأخبار. النائب العام المساعد يبحث في ليبيا تبادل تسليم المتهمين. قذاف الدم لا يحمل الجنسية المصرية وليس لاجئا سياسيا، أكد المستشار تامر سعودي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام أن الوفد القضائي الذي يترأسه المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد المتواجد في ليبيا يبحث ملف تبادل تسليم المجرمين بين البلدين تفعيلا للاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين. وأكد مصدر مطلع أن أحمد قذاف الدم لا يعد لاجئا سياسيا وأنه لا يتمتع بحماية مفوضية شؤون اللاجئين وغير مسجل بها. وقال المصدر ربما يكون قد تقدم بطلب أن يكون لاجئا سياسيا ولكنه لم يسجل حتى الآن. من ناحية أخرى أكد المستشار كامل سمير جرجس المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة أن سفر وفد النيابة العامة المصرية إلى ليبيا جاء لمتابعة سير التحقيقات في وقعة الاعتداء والحرق التي طالت الكنيسة المصرية ببنغازي. من جديد الأهرام هناك خبرين. الخبر الأول، الإدارية العليا 19 يونيو نظر الطعون، الإدارية العليا توقف تنفيذ حكم إطلاق عقد مجمع السكري طوارئ بمطار القاهرة لتأمين سفر نصف طن ذهب خام لكندا. الخبر الآخر، مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا تأييد حكم حل الإخوان والجماعة ليس لها وجود قانوني، وده طبعا ردا على القضية اللي كان رفعها الأستاذ عمر التلمساني عام 77 دعوة رقم 123 لسنة 32 اللي رفعها عمر التلمساني سنة 77، الحكم بتاعها بيجينا في سنة 2013. فسواء كنا مؤيدين سواء كنا معارضين فنيجي كده بس بعد كام سنة يصدر الحكم، هل ده صالح القضاء ولا هل ده ضد القضاء؟ مش عارف. اتفضل. هنروح للصفحة 10 في جريدة الجمهورية. القوات المسلحة تنتهي من تطهير 26,000 فدان بالمدينة المليونية بالعالمين. احتفلت القوات المسلحة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالانتهاء من تنفيذ أعمال تطهير المرحلة الثانية لمشروع تطهير الصحراء الغربية من الألغام ومخلفات الحروب بإجمالي 26,190 فدان بما يعادل 11,000 هكتار تنفيذا نفذتها عناصر المهندسين العسكريين لصالح وزارة الإسكان لإقامة المدينة المليونية بمنطقة العالمين. ده كان آخر خبر معنا، لكن في خبر لفت نظري إنه يوم عالمي للسعادة. أعلنت الأمم المتحدة يوم 20 مارس من كل عام ليكون اليوم العالمي للسعادة، وشهدت العاصمة الألمانية برلين حفلات وأنشطة للاحتفال، ده بخلاف بقية العواصم يعني، بس ده الجديد بقى ان احنا حتى السعادة عايزين لها يوم عشان نحتفل بيها.